أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أنت والعالم، والذي يبحث رؤية العالم لقضايا العراق وأبرز ملفات في أسبوع عبر ما تناولته كبريات الصحف ومراكز البحوث والمنظمات الدولية. نبدأ الحلقة باستعراض الملفات والقضايا العراقية، وهذه جولة على أبرز تلك القضايا والملفات التي اهتمت بها مؤسسات صحفية وفكرية دولية، والبداية مع مدونة مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE. تطور القمع في العراق وسعي الإطار التنسيقي للحفاظ على السلطة. ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يتتبع الضربات المسلحة المعادية للولايات المتحدة في العراق وسوريا خلال أزمة غزة. وفي مؤسسة بيرهوف الألمانية التحديات الأمنية لتغير المناخي في العراق. وكذلك نقرأ في وكالة أنباء أسوشييتد بريس، العراق يسعى جاهدا لاحتواء القتال بين القوات الأمريكية والفصائل المسلحة خوفا من امتداد حرب غزة إلى أراضيها. وموقع وزارة الخارجية الأمريكية، واشنطن تؤكد بغداد التزمت مرارا وتكرارا بحماية البعثة الدبلوماسية والأفراد العسكريين الأمريكيين. هذه موضوعات وأحداث عراقية مشاهدينا عرضت لها وسائل إعلام عالمية، لكننا سنتوقف مطولا بالعرض والنقاش عند تقرير وكالة أنباء أسوشييتد بريس والذي حمل عنوان العراق يسعى جاهدا لاحتواء القتال بين القوات الأمريكية والفصائل المسلحة خوفا من امتداد حرب غزة إلى أراضيها. ولمناقشة أبرز ما ورد بهذا التقرير أرحب بضيفنا والذي ينضم إلينا من الموصل، الأكاديمي والباحث في مجال العلاقات الدولية الدكتور علي أغوان. أهلا ومرحبا بك إلى هذه الحلقة ومتابعة ما جاء في تقرير أسوشييتد بريس. تفضل بالاستماع إلى المقتبس التالي. نفذت عشرات الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية من قبل الفصائل المسلحة خلال الشهرين الماضيين مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس. أجبرت بغداد على اتخاذ إجراء متوازن أصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، وكان الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد بمثابة تصعيد إضافي في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون العراقيون لاحتواء الآثار المتتابعة للحرب الأخيرة في الشرق الأوسط. دكتور علي، بداية، كيف تنظرون إلى جهود الحكومة العراقية لاحتواء المواجهة بين القوات الأمريكية والفصائل المسلحة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أعتقد بأن الحكومة تسعى جاهدة لإبعاد هذه الهجمات عن العراق، على اعتبار بأن هذه الحكومة دخلت في تحدي كبير، وهو تحدي وجودي مع قوى سياسية داخل العراق. بالتالي عملية التصعيد التي تنتهجها بعض الفصائل تضر بسمعة الحكومة ومكانة الحكومة، وهذا قادنا إلى رؤية بشكل واضح بأن هناك خلافات حتى داخل محور المقاومة. هناك من لا يمتثل لرؤى وتطلعات رئيس الوزراء، وهناك من يحاول من محور المقاومة أن يقف مع رئيس الوزراء، ولهذا تم تحويل جزء من هذه العمليات خارج العراق لكي لا يتم إحراج الحكومة العراقية، لكن ما يزال هناك جزء من هذا المحور لا يمتثل وغير منضبط لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، ويريد أن يصعد بالاتساق مع المحور الإقليمي، محور المقاومة، ومع ما يحدث في سوريا ولبنان وفي غزة بشكل مباشر. نذهب الآن ونستمع إلى مقتبس آخر من تقرير وكالة أسوشييتد بريس. منذ اندلاع الحرب في غزة، أعلنت مجموعة من الفصائل المسلحة في العراق مسؤوليتها عن 92 هجوماً على الأقل على قواعد أمريكية في العراق وسوريا. ومثلما أدان السوداني تلك الهجمات التي تطال الوجود الأمريكي المسلح والدبلوماسي، أدان الضربات الأمريكية المضادة باعتبارها انتهاكاً لسيادة بلاده. كما أمر السلطات بملاحقة المسلحين المتورطين في الهجمات على المصالح الأمريكية. إذن مثلما استمعنا، يعني هنا ذكر أن مثلما أدان السوداني تلك الهجمات
من قبل الفصائل المسلحة أدانت الضربات الأمريكية المضادة باعتبارها انتهاكا لسيادة البلاد، بل وحتى أمر السلطات بملاحقة المسلحين المتورطين بهذه الهجمات على المصالح الأمريكية. دكتور علي، هل نجح السيد السوداني في حفظ مكانة الدولة العراقية بهذا الامتحان الصعب برأيك؟ يعني ما يزال الحديث مبكر عن العودة الكاملة لسيادة العراق. السوداني أمام انقسامات حادة بالإطار التنسيقي، أمام انقسامات حادة كذلك من خلال محور المقاومة. اليوم هناك تحدي من قبل كتائب سيد الشهداء، من قبل النجباء التي لا تريد أن تخفف التصعيد، بينما هناك اتجاه آخر يمثله عصائب أهل الحق يريدون تخفيف هذا التصعيد ويقفوا مع رئيس الوزراء. هذه العملية تشير إلى أنه من الصعب احتواء العمليات في العراق، من الصعب أن يكون رئيس الوزراء قادر على مسك كل المفاصل وحماية سيادة العراق وإدانة حتى التدخلات الأمريكية وربما التدخلات الإيرانية والتركية على مستوى العمليات المباشرة. وهذا يقودنا إلى أنه نحن بحاجة إلى ضبط القيادة العامة للقوات المسلحة بطريقة مباشرة، وعدم ترك الأمور مفتوحة، وإحراج العراق على مستوى السلوك السياسي الخارجي من قبل هذه الجماعات مع دول صديقة، دول حليفة، دول لدينا تعاون استراتيجي معها، ومع قوى قد تضر سلوكياتها باتجاه العراق إذا لم نوقف هذه التصعيدات ونتوجه بسياسة خارجية رصينة نابعة من المصالح الوطنية العراقية. طيب، دعنا ننهي هذا الملف بمقتبس أخير من هذا التقرير ثم نعود ونناقشه معك دكتور علي. بعثت واشنطن رسائل مفادها أن صبرها بدأ ينفد، وبعد الهجوم على السفارة قال البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستون أوضح للسوداني أن الهجمات ضد القوات الأمريكية يجب أن تتوقف. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للسوداني إن واشنطن تتوقع من المسؤولين العراقيين اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع مثل هذه الهجمات. يعني الضغط الأمريكي على رئيس الوزراء هل يبدو عادلا مع ميزان للقوى؟ يبدو مختلا بعض الشيء ويميل للفصائل المسلحة، وهو طبعا ما تعرفه واشنطن جيدا وسكتت عنه مدة طويلة. يعني يجب أن تدرك واشنطن بأنه الضغط غير المبرر على رئيس الوزراء ليس من مصلحة العلاقات العراقية الأمريكية. هناك أشياء لا يستطيع تحملها رئيس الوزراء، هناك مسؤوليات إضافية الجانب الأمريكي يلقيها على السيد رئيس الوزراء، لكن السيد رئيس الوزراء لا يستطيع أن يضبط كل القضايا التي تتعلق بحركة هذه الفصائل لأنها غير مرتبطة به بطبيعة الحال. هذه المواجهة التي تحدث بين هذه الفصائل والقوات الأمريكية سواء في العراق أو في المحيط الإقليمي في سوريا ولبنان واليمن والمناطق الأخرى تندرج ضمن ما يعرف بالحروب الهجينة، وهذه الحروب عادة ما تكون غير منضبطة، غير نظامية، تستخدم فيها أدوات غير الأدوات التقليدية، وهي عادة ما تكون بين كيانات وليس بين دول. بالتالي السيد رئيس الوزراء يحاول أن يغلق هذه المنافذ على هذه المجامع، لكن بالنتيجة هناك من يريد أن ينتهج خط بعيد عن توجهات رئيس الوزراء، وهذا ما قاد محور المقاومة في العراق إلى الدخول في مواجهة وتراشق إعلامي من خلال البيانات التي ظهرت خلال الفترة الماضية بعد استهداف السفارة الأمريكية. وأصبح واضحا بأن هناك اتجاهين داخل محور المقاومة، اتجاه يدعو للتهدئة واتجاه يذهب باتجاه التصعيد منخفض الحدة المسيطر عليه، بمعنى أن احتمالات الحرب المفتوحة التي يتحدث بها الجانب الأمريكي وحتى الجانب الفصائلي هي غير واردة، لكن هي جزء من الدعاية الإعلامية التي يستخدمها الطرفين من أجل محاولة ردع الطرف الآخر وتنظيم سلوكياته. بظل استمرار هذه الهجمات دكتور علي، ما السبيل إذن؟ ما السبيل لضبط الإيقاع بين يعني هذه الفصائل المسلحة وما بين الاتفاقيات الاستراتيجية والعلاقات مع الولايات المتحدة بشكل عام؟ يعني فيما يخص العراق جزء من هذه العمليات
التي تجري داخله والتي تجري في المناطق المحيطة إقليميا هي ليست بقرار عراقي، هي مرتبطة بقصة إقليمية بتصعيد الحرب في غزة. حتى البيانات التي تصدرها فصائل المقاومة هي تتفق مع ما يحدث في غزة أو ما يحدث في مناطق ثانية من عدوان إسرائيلي. بالتالي عملية لملمة الأمور لا يمكن الحديث عنها داخل العراق فقط، بقدر ما أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع القوى الإقليمية والقوى الدولية وعمل مخابراتي وعمل بالنسبة للسياسة الخارجية للعراق من أجل أن يكون هناك ضبط لهذه القضية. أما أن يكون هناك قرار عراقي خالص لإيقاف وضبط هذه العمليات، فأنا أتصور بأن هذا الموضوع بعيد كل البعد عن العراق، على اعتبار بأن هذه الفصائل ترتبط بقضية أيديولوجية أبعد من العراق نفسه. وبالتالي العمليات التي تجري داخل العراق وفي العمق السوري لضرب القواعد الأمريكية تتسق مع رؤية أيديولوجية تنتهجها هذه الفصائل، وبالتالي الأوامر تأتي من خلال الفكر الأيديولوجي، من خلال التوجهات التي تريد أن تصعد وتخفف التصعيد حسب الضغط اللي موجود في المنطقة. الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي أغاوين، أرجوك تفضل بالبقاء معنا، وأنتم كذلك مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود. بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج أنت والعالم، وفي جزئها الثاني نناقش ما ورد في تقرير مدونة مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE، والذي حمل عنوان تطور القمع في العراق وسعي الإطار التنسيقي للحفاظ على السلطة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفنا من جديد الدكتور علي أغاوين، والذي ينضم إلينا من الموصل، كما أدعوه إلى متابعة المقتبسات التالية. لقد فشلت الحكومات العراقية في الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه مواطنيها، وهي توفير الخدمات الأساسية وضمان السلام العام وتحسين مستويات المعيشة. وبدلا من معالجة أوجه القصور هذه، تلجأ الحكومات إلى استبدال المناقشات حول الخدمات والمساءلة بمفاهيم واسعة وغامضة مثل الأخلاق والقيم والمبادئ، تعمل على إخفاء فشلها في الإدارة ومتابعة المعارضين بقوانين انتهاك الأخلاق العامة. ما رأيك بهذا دكتور علي؟ يعني هل نجحت الحكومات المتعاقبة في وصم معارضيها بوصفهم خطرا على المجتمع العراقي وقيمه؟ يعني هناك توجهات واضحة من خلال الحكومة الحالية ومن خلال الوزراء الذين تسنموا قيادة الدولة العراقية في حكومة السيد السوداني. هذه التوجهات تنبع من رؤى قيمية أيديولوجية دينية. بدأنا نسمع عن أفكار جديدة، مناقشة قضايا جديدة تتعلق بالمجتمع العراقي بسلوكياته، وقضايا فكرية هي نابعة من رؤية أيديولوجية دينية وقد تكون مذهبية في بعض الأحيان. بالنتيجة هذه القضية مهمة، لكن الأهم بالنسبة للشعب العراقي هو تقديم الخدمات المباشرة، إصلاح شبكات الكهرباء والمياه، بناء المدارس والمستشفيات، تحسين الطرق، رفع جودة الحياة ومستوى دخل المواطن العراقي. هذه القضايا هي من ضمن أساسيات الحياة التي كان يجب أن تركز عليها الحكومة العراقية، وهي تعمل بهذا الجانب. لكن الجانب الدعائي الذي يتعلق بالأيديولوجية والتوجيهات المستمرة التي تأتي للوزارات لتبني خطابات سلوكية معينة ومناقشة قضايا وأفكار قيمية، ما أعتقد وقتها بالمرحلة الحالية، رغم أنه هي مهمة على اعتبار بأن الأساسيات هي الأولى بالدرجة الأساس. نحن نحتاج إلى شبكة كهرباء، شبكة مياه عذبة تصل للمواطنين، نحتاج إلى طرق ومواصلات وقضايا خدماتية أكثر من هذه القضايا الوقت الحالي. طيب ننتقل الآن ونستمع إلى مقتبس آخر من تقرير LSE. كان للحملة المناهضة للنوع الاجتماعي تأثير حقيقي على الناشطين،
وقلصت مساحة عملياتهم ولم تحمي هذه الحملة المجتمع من المخاطر الحقيقية التي يواجهها مثل ارتفاع معدلات البطالة وانتشار تعاطي المخدرات والاتجار بها. ومع ذلك فقد نجحت في ترهيب النشطاء بشكل فعال، ما أثر سلباً على حركات المعارضة السياسية في العراق. إذن ترهيب النشطاء والمعارضين في العراق بتزامن مع تصاعد معدلات البطالة والفقر وكذلك انتشار تعاطي المخدرات بين هذه الفئة. ثمة من يقول دكتور علي أن هناك أن نشاط المعارضين في العراق للحكم ما عاد يعني شيئا وتراجع كثيرا، هل تتفق مع ذلك؟ يعني هناك سخط شعبي عام من قبل غالبية الشعب العراقي عن الأداء الحكومي للقوى السياسية بشكل عام. الكثير من الأشخاص بدأوا يميلون لسماع الإشاعات التي تخدر مشاعرهم وتخدر عقولهم بأن هناك قوات ستأتي وهناك إسقاط لهذا النظام. بالتالي هذه العملية تدلل على أن هناك فشل من قبل هذه الأحزاب، من قبل الحكومات المتعاقبة، على توفير فرص عمل، على تحقيق الأمن والاستقرار، على إنصاف الشهداء، على إنصاف الأرامل والأيتام، وعلى بناء البنى التحتية بشكل عام والتركيز على هذه القضايا. وبدلا من كل ذلك بدأت بعض الجهات تلاحق الناشطين وتلاحق الأشخاص الذين يحملون أفكار تجديدية وأفكار تتعلق بتطوير الحياة العامة في العراق، لكن بالنتيجة أنا أقول بأن هناك توجهات أيديولوجية بدأت تواجه هذه القوى الناشطة، القوى المدنية في العراق، وتواجهها من خلال التخويم، من خلال التكفير، من خلال محاولة العزل الاجتماعي، من خلال زجها في نقاشات واتهامها اتهامات تتعلق بتبني الأفكار الغربية. المجتمع العراقي مجتمع محافظ ولديه قيمه وعاداته وتقاليده وسلوكياته. عملية تغريب المجتمع العراقي واتهام هؤلاء الناشطين من قبل هذه المجاميع الأيديولوجية هي طريقة غير صحيحة، وستقود إلى مواجهة مباشرة مع داخل المجتمع، وسيكون الضحية هو المواطن البسيط بدل أن يتلقى الخدمات المباشرة من هذه الأحزاب. طيب دعنا ننهي هذا الملف بمقتبس ثالث وأخير ثم نعود ونناقشه معك. لم يعد المعارضون للنظام السياسي هم الضحايا الوحيدون للسياسات القمعية التعسفية، بل ارتد الأمر على فاعلين أساسيين داخل الطبقة السياسية نفسها. هذا الاستحواذ على السلطة سيمهد الطريق للإطار التنسيقي لفرض سيطرته على الجوانب المختلفة من الدولة عن طريق تشريع مجموعة قوانين تقيد الحريات وتعطي صلاحيات أكثر للقمع، مع تغييب أكبر لعمليات المحاسبة والمساءلة. دكتور علي، يعني بآخر زيارة لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الأسبوع الماضي، الزيارة التي أجراها إلى قيادات الشرطة، شدد الرجل يعني على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، لكن بالوقت ذاته وكما استمعنا التقرير هنا يحذر من صلاحيات أكثر لقمع الحريات في العراق. لمن ستكون الكلمة العليا برأيك، للقمع أم للحريات؟ يعني للأسف الدولة تتحمل سلوكيات من يقودها الآن. هؤلاء الأشخاص لديهم إيمان بقضية خارج نطاق الدولة، خارج مؤسسات الدولة، يؤمنون بالحلول المباشرة، يؤمنون بالتدخل المباشر، ليس بالضرورة من خلال أدوات الدولة الرسمية وإنما من قبل أدواتهم. بالتالي عملية انتهاك حقوق الإنسان وتقليل الحريات والقضايا الأخرى من خلال قمع الرأي العام، أن يذهب باتجاه معارضة بعض السلوكيات، كلها واردة ومطروحة أمام هذه القوى السياسية. أنا أقول بأن الديمقراطية تحتاج للمزيد من العمل في العراق. الديمقراطية تعرضت لانتكاسات خصوصا في المرحلة السابقة، هناك طرفين فازوا في الانتخابات وكانوا قد حققوا الأغلبية، لكن هذين الطرفين اليوم خارج المعادلة السياسية وخارج التأثير الحكومي. هذا يدلل على أنه
لغة السلاح ولغة التهديد ولغة السيطرة المباشرة على مؤسسات الدولة هي اللغة الرسمية التي يعبر عنها بعض الأشخاص ممن لديهم قوة على الأرض ولديهم قدرة على قمع كل جهة معارضة لا تريد أن تتسق مع رؤاهم وتطلعاتهم. طبعا نشكر لك كل هذه الإضاءات والتحليلات لأبرز ملفات العراق في أسبوع الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية دكتور علي أغوان، كنت معنا من الموصل. وأنتم مشاهدينا حتى الأسبوع المقبل أودعكم مع مجموعة من الصور والتي بثتها وكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الماضي لمشاهد من سباق السيارات على طرق الوعرة قرب مدينة الهوك في إقليم كردستان العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء.